اوتو اودو مدير فني لمنتخب غانا عبر كده عن رضاه التام عن ودية سويسرا اللي فاز بيها البلاك ستارز بنتيجة 2-0 قبل انطلاق كأس العالم، وقال كمان الموقع الرسمي للاتحاد الغاني ان الاداء كان جيد، خاصة ان هناك محاولات لزيادة التجانس بين اللاعبين الجدد، وطبعا يعني بعد كده عناصر الخبرة وزيادة عناصر الخبرة. قال كمان حققنا الاستفادة من التجارب الودية قبل المونديال، وهدفنا حاليا التركيز على مواجهة البرتغال الخميس المقبل في بداية مشوارنا بالمونديال. قال كمان نسعى لتحقيق نتيجة طيبة وتقديم مستويات مميزة أمام البرتغال. أشار كمان مدرب غانا اللي إن هو متشوق جدا لمقابلة النجم كوريا الجنوبية هيونج مين سون، اللي بيرتبط معاه طبعا علاقة صداقة كبيرة جدا من ساعة ما كان بيدربه في الشباب بنادي هامبورغ.